هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ طبخه اليوم باذن الله انها بتعجبكم. دجاج جوا خبزه، ولكن الفرق انه بيكون مو بناشف ابدا الدجاج، لانه مع خلطه مره حلوه فيها زبادي، فيها كرم طبخ، ففيها فيها فيها اشياء كثير تخليها مو بناشفه وبتطلع ممتعه. خلينا نشوف. اول شيء ببدا فيه عندي ليمون، تقريبا باخذ ليمونه كامله، اكسرها. عندي هنا الليمونه دقشرها، احتاج قشور حقتها فقط، وكميه بعد كبيره كذا يكفي. نبدأ أول شيء بتتبيلة الدجاج. عندي أول شيء زبادي، بعد الزبادي على طول عندي الليمون، وعندي الثوم يتو قطعناه مع بعض، شوية ملح، بهارات تندوري، نهاية الفلفل المجروش. عندي الدجاج الحين شايفين على طول، والصوص خلطة. طبعا التتبيلة هذه ميزة انك تسويها كذا وتخليه مدة نص ساعة، والوعد بعد نص ساعة شايفين يتغطى كامل. اللي بسويه الحين حمسة بسيطة جميلة تيجي مع الدجاج. انزل التتبيلة اللي هي التندوري، ابدا احركها على طول عشان ما تحتك، فوق الثوم كله كامل، احمسها شوي لان الثوم على طول يحتك، ما تحمسه واجد على طول. عندي طماطم، عندي صلصة طماطم، هيا خليها تطبخ شوي. نزل كريمة الطبخ، حرك. ما طلعتها من الفرن ببدأ أقصصها مرة صغار بالطريقة هذه، شايفين كذا؟ حاجة مرة صار. بنزل الدجاج بعد ما فتتته كله مرة واحدة فوقه، دونس كذا شوفوا العجين سويته بخليط كامل، مره بسيط وسهل، عشان كذا ما صورته. بنزلكم الوصفه على طول كيف تسوونه، اللي هو العجينه حقتي هذه. بسم الله، لا تنسون السحب هذه عندي بعد. شوفوا جاهزه عندي، شوفوا شلون طالع معي هشة ولينة مرة. طبعا ما بيفردها مرة، شوي الطريقة هذه
كذا يكفيني. اجيب الدجاج ابدا انزله عندي كذا. تقدر تشكل وتقدر تسوي اي شكل انت تبغاه. قصة معكم. هلا هلا شوفوا كيف طالع ما شاء الله. شايفين؟ أضغط واحدة بس عشان تشوفون كيف الحشوة. ما شاء الله تبارك الله.